ما عرفتش انا علاش الناس تتكذب، الناس ولات هي تتكذب. طيب قوي يطلقوا في الكذوب. بالنسبه كنهضروا بالنسبه للموضوع ديال المعيشه المختفيه، هذه اكثر من شهر وغادي لشهر ونص، المعيشه اللي اختفت في ظروف غامضه لولا هذيك الكاميرا اللي شدت الجاره ديالها، وهي جاره ديك الباليزه ما كان غيجيب لها حتى شي واحد الخبر. ولكن الحاجه اللي انا كنشوف الناس تبقى تلوح في الاقاويل وفي الاكاذيب وفي هضره ما كايناش كاع. نتوما علمي عارفين بان مولات الباليزه شدها فيديو، شدتها الكاميرا فيديو خارجه باليزه كبيره وهي مضاربه مع هذيك الباليزه باش تديها الوجهه اللي هي غاديه ليها، كما وريناكم في الفيديوهات السابقه متابعينا الكرام. كل شيء حكاته اخت المختفيه، مازال ما غنقولوش الضحيه حيت مازال ما عرفناش واش ميته ولا حيه، المهم المختفيه اللي باقي ما بانتش لها الاثار. والحمد لله راه الشرطه القضائيه والجهات الامنيه المختصه بهذا الموضوع راه الحمد لله مباشره الاعمال ديالها وغاديه بالامور، غاديه متبعه المسطره القانونيه ديالها، وراه ملي غادي يكون الجديد غادي نعلمكم به. ماشي حكا مول كارو مشى فيها، راه لقى واحد كان تيشوف واحد المرسيدس تتسناها، راه واقيلا داوها في هذيك المرسيدس. وفيلم هندي هذا، وكاع هاد السيدة هادي في هاد العمر هذا باش دير كاع كاع عندها هاد العقلية هادي باش تفكر هكا وباش تخطط هكا وباش تحط هاد سيفري. إيه معاونها ولدها، ولدها اللي اعترف، اعترف الشرطة القضائية تيقول لهم بأنه راه أنا اللي خنقتها كيما عاود وعاودوا الناس اللي في من العائلة ديال الضحية، فهمتيني، العائلة ديال المختفية. قال انه هي كتحل باب الدار بالمفتاح ديالها، هو جا من اللور خنق عاد تمات، قال لك بقى خنق عاد تمات، راه دار عاود تمثيل الجريمه للشرطه، وراه هذا الشيء اللي صردت الاخت ديالو السيده اللي من العائله ديالها ديال المختفيه. قالت لك هذاك السيد قج اختي تمات، هذا الشيء اللي تعاودوا. ومن بعد دخلوها للدار عندهم، دار السيدة هذيك اللي متهمة دخلوها للدار، داروها في خنشة وخشوها في الباليزة. هو قال خنقها قتلها، شي اللي كيقول هو خصنا نشوفو الجثة. هي السيدة كتقول انا قال لك، هو قالت ليه كتقول حركتها، واخا حركتيها الناس عائلتها بغاو غير داك الرباط باش يدفنوا، غير داك الرباط باش يبردوا، خصهم يبردوا. وكونوا متيقنين الروح، الروح راه عزيزه عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء راه ما غاديش يفوت بالسهل. والحمد لله عندنا واحد شرطه علميه وتقنيه اللي مستوى عالي ماشي حتى مستوى صغير، يعني راه معروف عالميا. وتبارك الله على سي مدير العام للأمن الوطني والمدير العام للمراقبة التراب الوطني سي الحموشي، تحية ليه من هذا المنبر حتى هو، وكاع رجال الأمن، لا الدرك الملكي، لا السلطات المحلية، لا الشرطة، ولا الناس اللي كيسهروا على الأمان ديالنا اللي هما قوات الملكية المسلحة، تحية ليهم اللي حازيننا وحازين الحدود ديالنا ومتغربين على وليداتهم. يعني شي حوايج اللي حنا بزاف ما تنهضروش، هذوك الناس اللي مساكن وليداتهم تيشوفوهم مره في العام، يعني هذوك الناس راه اللي قلتي في حقهم ما قلتي في حقهم والو. خليونا في الموضوع ديالنا. المهم معطيات جديده راه مازال ما كايناش اخوتي، بلا ما يبقى بنادم تيكذب عليكم وتيقول لكم شي حاجه. داك الفيديو اللي نحت الاخر ديال عائله ديك السيده المراه الكبيره اللي من عائله المختفيه، راه كاع داك الشيء اللي كاين راه كانت، يعني حتى شي حاجه ما كاينه جديده. والحمد لله ملي غادي يكون جديد راه سي نورمال غادي، اللي قال هذاك غادي نحطوا لكم واحد الفيديو
ومن بعد ان شاء الله راه غادي يكونوا فيديوهات اللي بالصوت وبالصوره وفي موقع الحدث ان شاء الله غير واحد شويه ديال الوقت ان شاء الله بين ما نقدشوا امور الى سهل الله. وهاني معكم وتحيه لكم وفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.